الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم أنه سوف يسافر ولكن عنده مشكلة في هذه الرحلة، فمدة الرحلة قرابة 20 ساعة. يقول: وأنا أقلع من السعودية 12:00 بالليل وأصل وجهتي 5:00 عصرا بنفس اليوم. يقول: يعني أنا أمشي مع الشمس، ماذا أفعل من جهة الصلاة وكيف تكون صلاة الفجر تقريبا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب عن هذا السؤال المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل فريضة فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة فلها وقت ابتداء وانتهاء، وقد جعل الله عز وجل لابتداء الفريضة علامات معلومة وكذلك لانتهاء وقت الفريضة علامات معلومة، فمتى ما دخلت علامات ابتداء دخول وقت الفريضة فإن الإنسان يجب عليه أن يصلي، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يرى علامات خروج وقت هذه الفريضة، فمتى ما زالت الشمس وجب على الإنسان أن يصلي الظهر، ويستمر وقت الظهر إلى مصير كل ظل كل شيء مثله، ثم يدخل بخروج وقت الظهر وقت العصر ويستمر إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل الوقت الاضطرار إلى غروب الشمس، وبغروب الشمس يجب وقت المغرب ويستمر وقتها إلى مغيب الشفق، وبخروج وقت المغرب يدخل مباشرة وقت العشاء ويستمر إلى نصف الليل الأوسط. وأما وقت صلاة الصبح فمن طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذه هي أوقات الفرائض. فإذا عرض للإنسان شيء يطيل عليه وقت الفريضة فإنه لا شأن له بهذه الإطالة، وإنما يرقب العلامة. فإذا صليت العصر في الرياض مثلا ثم اتجهت إلى جهة الشمس، يعني إلى جهة المغرب، وطال عليك وقت صلاة العصر، فلا تجب عليك صلاة المغرب إلا إذا غربت الشمس في حق مكانك أي في الطائرة، حتى ولو طال وقت العصر قليلا كساعة أو ساعة ونصف زيادة على الوقت في الأرض، فإنك تعمل بالعلامة التي أنت في مكانها. فإذا طال عليك وقت العصر قليلا فلا حرج عليك، فلا تجب عليك المغرب إلا بغروب الشمس، ولا تجب عليك العشاء إلا بغروب الشفق الأحمر، ولا تجب عليك صلاة الفجر إلا بطلوع الفجر الصادق. وطول الوقت أحيانا بسبب تغير الظروف لا يؤثر إن شاء الله تعالى، ما دام الليل والنهار يجتمعان في 24 ساعة فلا أثر لطول الوقت بسبب ركوب هذه الطائرة والاتجاه لجهة الغرب، والله أعلم.